يا ترى ايه المفاجآت اللي بيقدمها بنك مصر لعملائه دلوقتي؟ ايه حكاية الوظائف الجديدة للشباب ومفتاح ذهب لبعض العملاء؟ هنقول لك الحكاية بالتفصيل، خليك معانا للآخر. كتير من الشباب خاصة خريجي كلية التجارة بيدوروا على فرصة عمل في البنوك، والأيام دي بنك مصر بيحقق الحلم ده لعدد كبير من الشباب. الحكاية ببساطة إن بنك مصر أعلن عن توفر وظائف في مجال خدمة العملاء. طبعاً الوظيفة الجديدة ليها شروط، اللي من أهمها إن المتقدم يكون عنده ملكة الرد على العملاء، تقديم الدعم الكامل ليهم علشان يضمن البنك رضاهم، وكمان يقدر يتلقى أي مشكلة للعميل ويعبر عنها بطريقة كويسة ويحاول يلاقي حل مرض ليه. كمان من الشروط ان المتقدم يحقق الاهداف المحدده للبنك، يكسب رضا العملاء بما لا يضر مصلحه البنك، وكمان يوجه العملاء علشان يستخدموا الخدمات المصرفيه الالكترونيه ويعرفوا يديروا معاملاتهم الحسابيه بطريقه الكترونيه وبسيطه، واللي هي قبول المدفوعات، صرف الشيكات، فحص ارصده الحسابات، وكمان تحويل الفلوس. وهنا لازم خبرة عملية 3 سنين، تكون حضرتك معاك بكالوريوس من جامعة معتمدة، ولازم تقديرك يبقى جيد أو أعلى من جيد، ويفضل تكون من دفعات 2021 2022 و2023. والشرط الأهم ما يكونش عندك قرايب شغالين في بنك مصر. النهاردة كمان بنك مصر أعلن عن عرض مميز للتمويل العقاري، اللي بيتيح قيمة تمويل بتوصل ل 80% من قيمة الوحدة العقارية، ده بيكون بفترات سداد بتوصل ل 180 شهر، وبأقل مصاريف إدارية للتمويل، بالإضافة لتأمين مجاني عن الحياة والعجز الكلي، وكمان متاح الحصول على التمويل العقاري من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. العرض ده يعتبر من أفضل العروض اللي بيقدمها بنك مصر دلوقتي للتمويل العقاري، اللي بيحتل المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليار جنيه مصري. وفي الحالة دي العملاء الحاصلين على تمويل عقاري بقيمة 10 مليون جنيه بحد أدنى هياخدوا مفتاح ذهب هدية. العرض ساري لحد نهاية شهر سبتمبر 2024. نقدر نقول كمان ان بنك مصر حقق اعلى معدلات نمو في المحفظه بلغت 30% مقارنه بعام 2022، ووصلت اجمالي محفظه التمويل العقاري بما يقرب من 20 مليار جنيه مصري لحوالي 137,000 عميل. غير ده بنك مصر بيقدم برامج تمويل عقاري متميزه، سواء ضمن مبادره التمويل العقاري اللي اطلقها البنك المركزي المصري او من احد برامج التمويل العقاري المقدمه من خلاله، واللي هدفها طبعا تقديم تسهيلات تمويليه لتنشيط السوق العقاري وتحقيق انتعاش الاقتصاد المصري الكلي. انا اشرفت اشرف، والى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.